بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف القطاع النفطي بالتنسيق مع وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وإعداد مستشفى طبي ميداني بقاعة رقم 4 في أرض المعارض بمشرف، وجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم لشركة نفط الكويت وشركة البترولية المتكاملة كبك بسرعة تنفيذ مضمون القرار الوزاري بتنسيق وإشراف وزارة الصحة، حيث تم توزيع المهام والأدوار على الشركتين، وذلك للقيام بتجهيز وإعداد المستشفى الطبي بطاقة استيعابية تقدر ب260 سريرا.